بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة: تقول امرأة هجرها زوجها لمدة 4 أشهر، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق علما بأن الهجر ليس له سبب؟ إن كان ليس منها سبب ولم تخطي في حق الزوج بل هو الذي أخطأ عليها، فهي بين أمرين: إما أن تصبر وتنتظر وهذا أحسن، وإما أن تطلب الطلاق. إذا كان عليها ضرر في البقاء تطلب الطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. الله جل وعلا يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان،